أول حاجة صباح حسن قلت اليوم ليه مش دخلت أقار أقار الصبات مش على المسرحية في الجمعة أم اختلف علي هذه من الحاجات اللي تبدل وليتها البنية تعايد يا لطفي يسلم عليك قبيلة النغزة اللي تشتغلت من تويت بشورت عليه سيس كامل منسوج الشورت اليوم قالوا نحن علمنا على الإرهابيين وشدوهم والله خلاص الحمد لله يا 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 قاعد ياماتي سوتيان المسرح وقاعد يجي ويعبي في المسرح نسميه جمهور منظم نوع بياسو كل شيء يعني زي ما نحن نشوفه علاش تكون جمهور منظم مش تدور تلمون عباد خايفة خايفة من اللي قاعد يصير سورتو الشهرين الاخرانيين سورتو من رمضان تونسي مرعوب يا حسرة على التونسي قبل تقولوا صفا يقول لك ما على بالي توا تلمون التونسي خايف ولا بوان دانتيروغاسيون مخو قولوا صباح الخير كلكم يا ولدي تعرف شنو هي ما تمشي للخدمه وترجع تلقى داركم امك وبوك بكرهب يا هو الحمد لله هو حي يا بابا يا بابا يا بابا ولدي منظم يمشي يخدم كل يوم يا ربي من واحد روح المرض ولا اعمل لك قالوا شبيك بلا رش رش عسى وتمشي طول ولا تسال على الميتيو قبل ما تخرج تلبس تو تسال على الورقه بتاع الصينيه وين حاطين اللغم الجماعي ما عادش توا كيما قبل، قبل كانوا يحطوا في الحيوط، نعم الله عليه يحط الزبلة قدام داري. نعم الله عليه يحط اللغم قدام داري. نورمال أنا باهي. نحط الوجع شوتي من هنا، أنا حافظها سنية، ما تعفس غادي تترشق من هنا. علاش قلت لك علاش؟ علاش أمك تعفس غادي؟ هكا دقت توا توا فاهم؟ علاه علاه؟ لا لم لم صحيت لم أمك لم صحيت لم لم لا هذيك مش ساقها مش ساقها نعرف مش ساقها هز هز. لخم لقيناه في المترو توا من واحد طلب موزايك فما غراب هنا فما مواطن عمل في 13 ومن يعيد خمسة سنين قايد الجنس يدخلوك فما حاجة ما تشتمسك فما حاجة تحت الكرسي عكس التلفاز كده أسطر لغم صغير عطول ومسطول أرد ذاكي مكيكا ولا يبقى فيهم مفلين مفلين لا نطلع الكافيين تشكو هالو بولي تشكو ما كان يقول لك كرامتي ما تمشي ليش نبت لي ترشقوا هيك زرت سرينا شو فما حاجة أخرى تعجبني في الشعب التونسي وهي بالحق كان لاحظ توشي تدشي ماكلة بعدها التونسي تحط له موسيقى دي ما عتاه كان لاحظ توشي كمان حطيت موسيقى والشعب من غير ما يشعر يا ولدي حالتك مكرفة مثال يا ولدي مازال ترهيب يا ولدي سلاح البوليس سلاح يا ولدي عمك طفى لا يحكي يا ولدي شبيك قولوا له بالديان وبالديان مقربة على التونسي التونسي مقربة عايز ما عارف مصيره وفما سؤال قوي ياسر
تونس الكل ما نجموش يجاوبوا عليه. بالعالم للنبار ما نجم حتى درت لوروب الكل سالت المان الانجليز قلت لهم برسمك عندنا مشكله في تونس والشعب التونسي حاير فيها. قالوا لي ما نعرفوش. رئيسنا مرزوق كيفاش يلوج الفول؟ كيفاش يلوج؟ كيفاش يستنى؟ كيفاش كل يستنى؟ واحد وصلني فرنساوي قال لي يستنى في الاكسترا تيريس، قلت له هما الاكسترا تيريس. هذوما اللي يحكموا فينا اقوى من الاكسترا تيريس. امي مرة كبيرة جاوبت. لكن سالي كبار اللي نحترمهم عندهم الانفه كل كيما راهي عزوزه تخرف هما عندهم صحيح. قلت له امي بربي مرزوق كيفاش يلوج الفول؟ قالت لي وليدي مش هو برك يعس فوق، قالت لي كل حسش الغنوش يعس على الذنب والعريس يعس من تالي. يمي فوق ليش معناها؟ قالت لي وليدي كلموا يرعشوا من اللي صاير في مصر وفي تونس مش عارفين على الضربه منين باش تجيهم. والله كلموا يرعشوا ريامات الدياري يا سيدي. تعرف شنو؟ قد ما هو مسؤول كبير قد ما الدياري قوي. تعرفي ما بالهم مني ما حق مرسي في الحبس لا شماتة ومن سيسارتك الفزع تاع بارت يا ودي يروح شو كانوش يجيبوا له التلفزه في التواليت ما عادش يجيبوا له جد وقعدنا ما عادش يتبعوا في اخبار ولا يتبعوا في كل واحده الحمراء هذيك ليه؟ بس خلوها سهله تشد تونس ونسبق السوق الخضر هو وحده حتى واحد ما شد تونس وما ربح في تونس ما يحب حد حتى بوه ما يحبوش تونس ريت بوك خدم عليك حياته الكل يجي الصباح باش يقومه باش يجيب لك التداج نتاعك تقول له بابا خليني راني ما اخترتكش راني ما انتخبتكش بابا جيت لقيتك انت بابا ما انتخبتك انت بابا انا وين رسمي تونسي تونس في الحكم على اللي شد تونس يخرج معوش من تاريخ تونس على ليس شربت سم قالت يزيني منهم هذوك حنا بالو ما دراك خطر لروحه حرق روحه البي خرجوه معوج وسخاط ومسكين بوركيبه قد ما عملت البلاد وكونها خرجوه عملها زين العابدين ومرته قد ما تخاو يعيشوا في ميكرون في الدنيا سخانه تو في السعوديه تلمون سخانه وجهه ولا كي زبوط ليا تعب في الشب في وجهه تلعب ستونه فرحان شد الحكم هاي بابا شد الحكم وهبلهم الغنوشي الايامات ما فهموش نكذب بهم الكل قالوا باش نسيب الحكم وباش نشدوه وان شاء الله باش نشدوه زاد قال لي الشعب زاد اخر زاد اقوى فرصه قالها قلت لكم عايشين بدم راهو بدم قال افرحوا عندكم الماء والضوء في بالو نحن في بالو عندنا الماء والضوء في بالو عندنا اكسجين ولا مازال ما قالوا فما موضوع اخر في فرنسا قلت لكم اللي عملنا ثوره الفرنسيس مركزين علينا سيرتو لي زارتيست تونيزيان انا صارت لي مشاكل عاملين مع الدوله وقضايا ودنيا وناس حابه تقتلني بسيوفها تعرفوا الفرنسيس وقفوا معايا لي ميديا توانسة زاد جمهور حمامات 55 عليه جاني كنت يتكلم معايا جماعه بسيوفها يجوا عملوا غنى جماعه الله جماعه جمهور شيخ وانا رايح في بالو شيخ الله اكبر ليه بالرسم الفرنسيس السنة في فرنسا قالوا شبيكم قلت له شبيك قالوا شبيك خويا انتوا انت وقت صاروا لك مشاكل كارتيست وقفوا معاك الناس الكل ولد بيكانز ولي زارتيست الكل شبيكم ما وقفتوش مع امينة اعطوها امينة تاع امينة هي والفيمان وقت شدوا قالوا شبيكم ما وقفتوش مع امينة قلت لهم كاس كيس فالي فير قالوا لي فالي سوتونيغ يمينة قلت لهم بعثت لها السوتيان بتاعي قلت لهم ما قلتلاش نعمل لها طفلة حرة عطاس يا بتاع يعرفوا برشا صغار ما في بالكمش راهو مش جديد الفرنسيس توا جابوها نتاعنا هذيك ريت نساء قبل ما ماتي وما ماتت كي تفلت في دار مازال عندها 12 وليد وامها مازال ما ماتش ام راجلها مازال حية وتعاني فيهم تفلت تعمل واو مش باقيهم تعمل تبعهم يبقى هذوما ردوها للبوليتيك توا امين هذيك ساعة هما اول واحد جاوه العريض راهو في بالك مع الكارت كرات نتاعو عراو عليه بعد وقت ترى بعد فيه ويكحل حتى الله عليهم ما بلدهم شكل عورة عورة أمينة عملتها في حوم في القصبة القصبة تظهر للناس كل مدينة سيبور كلها دايرة حوم عربي في صار عندي حوم اسمه التقافص
نهار كامل يوقف الحكومة، يعمل الواحد يتعدى من الحكومة، يعمل بس خطش بيت ثاني نشكل في حكومة واحدة. تلقى فاس بسنة ياس. هو واقف وتعدى الوزير وجاتك أمين عم تروح تروح. قال أش بيك يا؟ قلت له شبيك؟ قال في سر من الراجل ينحي ولا. أنت عارف ولا عارف الموضوع قال فلحته. خلي أحمد نشرب القهوة فهمتي؟ أكياكا يفشى تاني مش متسين في مرة ولا زين حاجات ماهمش مش تبدلوا من أول تاريخ تونس. حضارة تونس عمرها 3000 سنين، الحضارات الكل تعداو أذية هوية التونسي، الناس حاجات تنجم تنحيهم في الأديان نتاعهم. يوم دي كانت تقصوا تروف تروف يرجع يعملهم، وحطوا في أي بلد في العالم لازم يعملهم، الأولانية ساعة وهذيك هوية العبد التونسي جاي الرتار. وأنا معاك بس ممكن يسلى فينا. أما جيت باش ندخل راجل قال كبير يخدم في المسرح، قال شوف عشان لي أربع سنين يخدم في المسرح، خدمت في المسارح تاع تونس الكل، التونسي راني نعرفه تخرج له في الوقت تطيح من عيني. قال لي راسول ديما رمضو في سرسان تبرع تبرع برا تقدر جينا في الوقت خلينا نحكيو هكا درشنا مفازير. بالرسم التونسي ما يحبش الوقت. التونسي يهبل من الوقت، عمره ما احترم الوقت. لا بريف عملنا من كده في الأفنيو. ما يحبش الوقت. الألمان يحبوا الوقت. الألمان أكبر ناس يحترموا الوقت. هذاك علاش الايكونومي تاعهم ما تعدش الوقت والخدمه. الالمان تاعهم يحترموا الوقت عندهم شامبيون دي موند اسمه شوماخر تعرفوه كل عام يربحوا سكوندا في الكوس يصرف عليه مليار دولار في يربحوا سكوندا يبداو فرحانين يترشقوا في الشامبان عملنا لهم شامبيون دا واخر اسمه شوماخر. شوماخر ما يلعبوا مين؟ اكبر انسان في العالم يحترم الخدمه شكون؟ الالمان. هذاك علاش الناس الكل تحت كريز الا هما. الالماني يعبدها الخدمه دي اربي للتخافاي. الالماني تقول له في كاتس مع 8 سوايع خدمه يقول لك يا جود فرحان يخرج في الخدمه. تونسي جون كادر ديناميك مازال نافح بالخدمه ماشي صباح يخدم مازال صغير. تقول له شنو احوالك؟ الوقت ما عندناش معاه ما نحترموهش. الثانيه الثانيه ما تتنحاش التونسي كان درا شنو تعمل. تونسي كلاكسوني وين يحب حتى وحده في الباركين واحد مرته قربته فرج بنت كلاكسون قال لها مسافة أمان بعدي واحد ورايا كلاكسوني كل مرة قلت له شبيك قال لي مش عليك أنت عارف يا وزير بروحك يا هم يا سخطة. السياسة هذه هوية الراجل التونسي يعملها في أي بلد في العالم تحت حضرت الكل تعداو عليه ما نجموش ينحيوها حتى الرومانية الغنوشية تحتوي ما نجموش ينحيوها ما نجمش نحيها. الراجل التونسي عملها بكل فخر واعتزاز في اي بلاصه في اي وقت نيويورك تونس باريس في اي وقت الراجل التونسي بول وين يحب وقت اللي يحب. هذه تسمعك تحسب بولك بشارع ياكشن ليه عاد وليد زحقني قلت حسابي هاي الحمد لله جات البول لحظه وليد هاي لحظه ليه تبدا مع مرته ولا خطيبته تخيل ياكشنها وقتها زيد تفوخ ايش يا سيستي فهم كيف شفتيه عبدك الحقير اللي قدامك جيب لي اعز خير نشرشر نشرشر نروح حبي ينهضوا قدام الكاليبس والبو الغالي تشوفيني راجل ولا ايه هبتي رانا عائله كبيره ما تحتاجش رشي عندي ولد خالي بالي لهم عطوا ريفيل على وجهها صافا فهمتي وليه وقوه فين تخيل هنا وفين الديبيليتي نتاعنا رجال كي يبداو سكار فهمت علاش الرجال كي يبداو سكار كي يجمولها وقت يضربهم باش يبولوا بعضهم صغيرة كيف لا يركعوا لبعضها ما يا عاد لا مش نقول لا يا عاد لا لا وعدنا اسمع لتبول قبل لا قبل فرد وقت عنا ان شاء الله نترقوا نقول اسمع انت تخدموا في مخ الجمعة اللي فاتت ما قلتش معنا رجل بيت الشرب يحكي راه واضح وكان كيقولوا اي دو فرحانين كي تبني في الشارع اي جرى وي سيب يا اخي ها هو من ديبيليتي بروفوند نتاعنا تطلع كي نبداو نقولوا في الشارع وقت يظهر لنا شكون شي شيء اكثر. اي 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 كونكور اي 6 متر البارح وحدي ولا زوز بيرة والله البنات باش نقول لكم فازا باش نظهر لكم الاولاد يظهروا لكم في الجير باش تقولوا قداش هم في الجير لا سي ان ديكلاراسيون دامور نعملوها خاطر نحبوكم بالرسم هي تظهر خايبه الراجل التونسي يبدا بالعه ويبول في الشارع صح شمال يعرف تونسي بلع ويبول في الشارع يعيش في الجماعة تاع حرية مخه بالشراب تحل ما عادش يحكم في حد كيبول في الشارع مخه لاخر في الشارع زاد ما عادش يحكم في خاطر الناس عنده السخاء خلي يوزع مخه الكبير والمخ الصغير
هذوكم الزوز فجرهم ما عادش يحكم فيه حد، يعيش في حرية تامة. اش ناقص وقتها؟ ناقص القلب بالإحساس، لا تروزيام ديمونسيون. وقتها يبداو الرجال كي يبلعوها ديبيليتي بروفون تاعها، وقتها يتذكر اسم المرأة اللي حبها يبدأ يبكي. على خاطر هي مش فاهمك. وقتها يظهر لنا باش نكتبوا اسم المرأة اللي حبوها بالبولا تاعها. الولاد تهمون. راني نبص عليك رسمك ما تغلطنيش الساعة. علاه غلطتني؟ كتبت اسم امي عليها. ديما عندنا واحد اقوى منا في الهوم يسالوه حاج الشدة كيفاش عملتها؟ قصيت ثلاث مرات ورجعت جاتني الشدة جاتني واو. ضحكنا وهنينا اختي من قبيله البيراتي قاعدة صحيح ولا ايه؟ قالت لي القوة في التونسي بدا يسرق فيك تقول له سرق فيك. تظهر هي حكاية فارغة ليكيفالون بيراتاس سرقة في المسرح. ليكيفالون انت راقد في داركم اوكي في الليل مرتك بحذاك الدنيا بلاك سارق يحل في البس كل باش تعمل تركض على راسك تاخذ شوية صياغة شوية فلوس تركض على راسك. المرات تقوم مرجعة تقول لا تهنى سارق الله يفتح. لا الشيخ وعنده بصوم ياخذوا حاجته بصوم معين يمشي. دونك فما واحد اخر يصور معلم ليبي برشا يقولوا سكتش تافه شنو علاقة ليبي باللي يصور؟ سهلة ياسر. هنا قدامه هنا الراجل قص 20,000 ويتفرج فيه في التليفون. فبرشا بنات يقول لك لا نحن غلط سكتش على لطفي هو انا خطيبك اللي يمشي معاك يقول له كوكتيل يتبسم. المنظر نتبسم بفري ماسك تسقط عليها لا لا يربح عليها كوكتيل عليها 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 تبدا كوكتيل تصب يا ربي لا لا يربح يا رب. البنات تحبوا تعرفوا فهمتونا سيريسمون كلنا هكاك اللي يضحك لك ماسك خاطر تقول كوكتيل نسمعوها نسمعوها لغط تحبوا مالي ونحبوكم الرسمي ونحكي لكم عيني تعرف أمنية الرجل التونسي شنو؟ تدخل معه مرته ولا خطيبته ولا صاحبته الكافيتيريا زادا مش قهوة كنت مقيمة على الأخر كنت هكا كل عزيز كيش تشرب تقول له كابوسان وجوز كريستال عزيز نعطي لكم عينينا وقتها كوكتيل عليه بون برشا قاعدين يقولوا شبيها الحكومة دي تبدلت واللي شدت الحكومة بدات تبدل السنانين وتبدل حقا نحب نقول لكم قبل التبديل ميرسي نحن اقوى شعب لو بلو رابيد في قلب الفيست. علاش تقولوا ليه يظلمنا؟ في تيست بالوقت انا شي لابينا راه سكيت شويتي مش نحكي لكم توا جربت معك قبيله الدخله الناس الكل واه قداشنا مودرن واه انا قلت لهم بدلوا لي موسيقتي هاو اللي يحبوا عليها جديده واه الزينه موسيقى تاع الكفار هاي موسيقتنا خمسه خمس قال يا رب يا رب صلي على النبي بوف بالوقت يقلب فيست التونسي. زعفرية كبيرة هاي المسرحية مش لوحة في سنة هاي أختي العزيزة أنت قبيلة تعمل ستب استق وبعد تزغرت راو الطب حكيو علينا بالقدام الكبير لخر طبيب جاوري مازال كيحط البيلون تاعو قالك الشعب التونسي صعب سكيزوفرين عنده انفصام في الشخصية بالتونسي نحن الشعب التونسي عندنا شخصيتين الشعب الوحيد عنده المودرن وعنده القديم عنده واحد يحبك واحد يكرهك عنده واحد يغش واحد يفرح والله بالرسمي رجال الاولاني اللي يحبك واللي يكرهك سهل ياسر التونسي امبوسيبل يقول لك نحبك من غير ما يسلمك ما معناها ما هذايا حتى فرنساوي ما يسمعش عنده شخصيتين يعيشوا مع بعضهم في كلامنا ديجا التونسي يقول لك نحبك يقول لك ينعم بوك ما احلاك يا سخته قداش نحب يا هم قداش نموت عليك وقت اخذني يا خراب قداش كثامر سكيزوفرين والله الشعب الوحيد في دار يبدا يشرب يقول وراسها المعصيه اللهم صل على النبي خليني نحكي اختي ننتظر راني الشعب الوحيد عنده نيه طيبه ونيه فاسده شكون عنده نيه طيبه ونيه فاسده فرد وقتي حتى الشيطان ما عندوش الراجل التونسي بيحكي مع طفله كيف اخته ويكحل عليها في القطه
سكيزوفرينين والخنوشي اللي ضحكت عليه والدولة زيها ونحن شكونهم يا اخي سكيزوفرين كيفنا ما هو بلانسة كيفنا قلنا لي ميم كود هذاك عليها يعطيونا حديث ويجيبوا حديث وذاك على الشعب التونسي انتخبهم وتوقع شكون انتخبهم يا وساعة ثم أول ما داروا بداوا البولي بالفنانين ولا واحد وبعد عدوا من البوليسية الجهاز الثاني لازمك تدبروا وتفتحوا قالت البوليسية ثم اللبسة نتاعهم مش نتاعنا زي معاهم الفرنسيسي تاع كورة مش تاع مسلمي البوليس الحقيقي التونسي جبة بريوليت هما لبسوهم الجبة من هنا وصيروا وصيروا كثرة السرقة يا ودي فهموهم عشان نجم يخطر عليهم كل سرقة اللي نهضر شركة ونهضر التليفون غازل غازل يا ابوي اخذت عليا ارجع على المكتب الشبه عاد اخذت عليك بوليس بركه تنرفز قالوا هنا ما نسبش اخذت عليك عيسى البوليس بقى برخت خلي نخت علي نجري في نص ميتو في الشبه كان بتسق هيك من جيك الحسين هما لبسوهم الشبه من هنا وسرقه كثره المواطنين تغشوا قال لي مش معقول البوليس يعطي مروح بابا طلعت اليوم في عمره مربوط في البنك وفحونا وهوش لغبنا تحبونا نرجع نشدوا السراق جبا ميسيرش عملوا لنا فوند ونقع علينا نحنا مش مش حتى كرافلوية تحبلت بدل وحس الكرافلوية تترفل ومش عارف عليها شو تجيب سكادات انا ما عادش طب فزدوا رافلوية بسات جي طلع في تلاهو يطلع عشو دي تتوضى وتطلع عشو دي مطلع تتعليش منزوزك تتوضى منين فما حاجة اخرى تفلت بلي شدوا الحكومة ذوما سيريزمون هما شدوا ذوما سيريزمون هما شدوا الحكومة ذوما أما نوع متاع بيت قلت مادام شدوا الحكومة الإسلامية ما عادش باش تلعب هما منا موجودين لكن الشعب التونسي ما كمل ليكي اللي كحوا اللي جاي بتقطع عليه في الدنيا يتصرف اللي تشكوله مفتول كيما قبيلة ليكي هذوما قلت ما عادش باش نراوها مسكرة واحدة ما عادش باش نراوها الناس تحركت من هنا وهم خرجوا من الشارع يا ربي الحمد لله الله يا ربي خليني افهم شو دخل قال لي خليني فرحان قلت له المبارك خايف قال لي خايف ليت النهجه معاه النهضه نحن رشحناها قلت شنو قال لي نعم قلت له ترشح في النهضه قال لي تخدي مخي زين ما خدمنا حاجه اخرى قلت له غير شنو تخدي مخي تحت علي قال لي شوف بابا شوفوها أول مرة وآخر مرة وخلي تفهموها ما عادش نعاودوها رشحنا النهضة على خاطر قد ما يكسر الكبد في البلاد قد ما ترجع أمورنا سابعة نتفرهدوا نحنا يا سي قال لي 50 سنة والبنات منيات والجو ما عادش نروح حتى شيء معاهم ما عادش يكحل علينا حد لبس قماش كان يلزم من عنا نحنا والبيشان على روسهم إن شاء الله تشوف الجو كيفاش يرجع قلت والله كلامك لوجيك منين يشوفكم هكايا يقول هذوما مش باش يرشحوا النهضة اللوك نتاعكم ليك تنسيه توا خط وصلوا كيفاش بدا السبيكتاكل؟ ساعة الولاد يجيو من أول سبيكتاكل آخر سبيكتاكل يتفوحلو ديما يجي يشطر فيك كما يلعبها خير منك كي زعما ما يضحكلكش ديما يضحك لك هكا قولوا ده حكاية ما يضحكنيش هكا وش الولاد ديك الفازة نعرفها صاحبي يعملها في الفهم إيه ولاد هونت يا ولاد هونت على خاطرك أنت هاي فيك سبيكتاكل واحد سبيكتاكل كامل يتفوحلو البنات البنات وكنساء الكبار في الخيمار توا هكاك المرأة كبيرة ساعة نساء الكبار ساعة البنات الصغار يبداو حاشمين من أمهم ومن أخوهم هكايا من الأول
تعس على رجلها وخطيبها. وكنس الكبار كل مول ما يجيوا الدرج الأولاني يتفرجوا فيها على جنبك تسمعوا كهو سعد ولادي عشق انتياسي قوة قدرات نصية بعد ربع ساعة إذا شيخ على الدات شيخ تتحرر. قولوا بنية محلاها يعني محلاها هذيك محلاها انا ما على باليش بنية كان ثلاث ايام بلاش بنات في الشارع نقعدوا ثلاث ايام فماش بنات وش نموت يدوروا على بعض نرجعوا حوم نرجع 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 ولاد الجريه فم فازت ديما تعملوها ولاد فما نشوف قبل فازت مسكين فيها شويه برشا شويه برشا البنات تبدا خايبه ولا مزيانه كلهم يسخلوا روحهم مزيانين كلهم عندهم فليكس دوب ما تروح لدارهم العشيه يسالوها دار شبيك خليني فديت الهم مش يكحلوش يخزروا ما تخرسني خلاص يخزروا يخزروني الهم عمره ما راهو بنات قداش فك بوتين وكيفاش تقولها بالفرنسي قداش تصير سي سيكسويل يا مطار الهم قداش تصير سي سيكسويل هما كي تصيرش بنات يهرسوا سي سيكسويل قلب صار رافي قلبه رافي قلبه ناوي بنتي على صوت سي سيكسويل زعما كان يفتتنيهم بالغزران يا ماما ياسر 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 زلعون يقصر سقي مسلوعة زرحة بنات بمصر كيف كان نحن تلسى ينبغي وحوش ثم كان نخذوا أربع سويع نسمعني تصبيح نصنار الكحر شعير ديبريسيون الناس فينا ساعة مطلقة ماشي نبيل ساعة معاد نصنار ما الساعة كنت طفلة في الشارع وتروح الدار وتشكب يا ماما يا ماما شبيني حورا شبيني معاوزة سقايا هندي نسيت بقرة أنا عيني بيتا خسني دورو شبيني يا ماما ما خسروا ليش مش ماني مش نامر زالي حتى يا ماما شبيني رهدي وصلت الميني والله يا ماما خليت سبتك هاو وشي 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 الولاد احنا عند ولاد ياكي نحبوا نعمل بناية عدد استغفر الله يا رب يعني ثم أربع سويا كان نقعدوا ثلاثة أيام كيفكم ما نزوركمش ليه البنات ينتقموا اي يا مونيا معاش لنا جماعه يعني حاضر لامك سكينتك فروتك نهبطوا نفشخهم في الشارع يا يرجعوا الكحل ونفتقوا من بعضهم يفلوا البنات في الشارع عايشة عايشة في شبيه شوف لك بايزة شرطة وزة هناك مش هو شد الغير ايش جيبوا جيبوا مستعجوا الكحل ولا ايه مستعجع الكحل ولا ايه جيبوا ابو الكلبة سيكسونا تشدوا فينا ما يمكن خلاف اسمع كلمتين حلا يا شيخ رزيل حلا عيد القبام الكحل كحل يا هم كحل هلو خاص كحل كحل اشتر خاص خاصة هم ازاي وكحل ورمان هذا صبر خلينا نكحلوا رايبين ولاد الدوم تتعدى بنايم ولاد بكر على الخش بنايم ترجع بس عاد عاد بنايم كل ما تشوفوا شبيك ما احنا نخدي دي جولي الولاد عندها ريكسيون تاع تاع سانت ياني تعدى بنايم احلى بنايم مزيانه ما حدا زقيا فيما فرنسا لي جولي جولي كور بيان ابيي يا مكفوو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 و
تتكل عطر والبنات البنات علاش تنكتب مزيانه في تونس حبيبي مسيت علاش تنكتب مزيانه في تونس على شاف كل عام زي على شعب كامل بدا فيها بورتابل تبدا عندها ساكس ريت 200 ألف فيها بورتابل يا نايتي بلاش خيط تحطيه في الصاك حد ما يكتبها نهار كامل نهار كامل تعسي في العشية تطلب ما نصفهم هاي علقي في البلاد عادي
بون علاش حكيت على البنات سيريوزمون؟ سيريوزمون ريتنا نقولكم نفوتوا نخاف عليكم ونحبوكم. مي علاش نحكي في الموضوع هذا؟ ثم موضوع تري دونجور اخطر من التيروريزم. التيروريزم كيحبوا يقضيوا عليها كشفت والفلوس والايكونومي يرجع التوريزم ترجع لما تخدم عليها ترجع كافر. ثم موضوع اذا بالرسمي صار تروتار العقليه الراجل التونسي متفتح مع مرته لي زون قالوا جاي متفتحين هذيك اذا مشات ما عادش فيها دواء. عرفتهم لي كوبل مودرن توانسه كلي مودرن كلي توانسه كيف نحكي تعرفوا معاكم فرونسي زعما مودرن ياسر عرفت كي تقول لها تا كول تقول له ما تقوليش تا كول جو تو جور جوفي دوني باف فاسي فراك موا سي ان هوم انا تقول سي ان هوم كوناس كوناس بيتاس بيتاس يا بنت العرقاسة يا بنت الحولة يا بنت الشرموطة سيرسون راح حطوا التونسي ربع ساعة الأول موديل كي تخش يرجع لسن لا حلال بون الكومبلوتا هذوما اش فيهم؟ الكومبلوتا هذوما سيرتو لي فام موديل تاع تونس 90% من التوانسة دي فام موديل تحب تسر تحب تقعد تحب تلبس كيما تحب تحب حد يحكم فيها تقدر راجلها لكن تحب تعيش حياتها هذوكم مناسيف العقليه نتاعهم هما وجاهم كيف صار؟ كان ذكروش عم يدري اول مره تصير لنا ننتخبوا بعد انتخابات الناس الكل قدام التلفزه تعس شكون باش ينتخبوا؟ الناس الكل بدات تشر اللي النهضه بدات تاخذ الكراسي حط كراسي تاع قهوه خذيته الناس الكل بداوا يشموا اللي النهضه باش تحكم فما اللي فرحوا 90% من نساء التوانسه كالمودرن اللي نطلع شعب تونسي يعيش بالعاطفة ما عندوش مخ. شعب تونسي بعد ما يتخذ يشري مكحلة بعد عمين قارش بيهم هذا ما رشحناهمش على بروجرامهم دوم عندهمش بروجرام دوم رشحناهم بالعاطفة والتونسي بالعاطفة تنجم تفكروا دينار يجيك ملياردير
لازم تسخفوا، أي تونسي تسخف، يجيك ملياردير يقول لك أبزر عندي بيان، عندي دار بيسين، تقول أعطيه دينار شفت شفت والله سخف، هذوما كيف يسخفوا، هذي تسأل وتقول له علاش رشحت الترويكا، وعلاش رشحت النهضة، وعلاش رشحت المرزوقي، من كاعش يقول لك سخفوني. اللي تسمع تقول له علاش رشحت الناس يقول لك يسخفوا مساكن تعذبوا وكانوا في الحبس ومسلمين مسلمين نحن زنديانين بلاش نحن زنديانين ما نسميكين بلاش نحن عايش عيال وشي يدد لك في الشارع ما نسميكين هيك مسلمين خويا تحطوا في الحكومه وحطوا ايمان تاع جامع في جامع الزيتونه يظلم في السلاح والسخن تاع الفلوس وميتك وبارك وكل العايز مثلا مع احترامي شخصي يجيب الميمينيستر بالنسبة لي أنا جي فطايري مع احترامي ما أنت فطايري جو بريفير فطايري ناجح كبريمي مينيستر فاشل وصلت معي صوت علي كل ناس بزي ما تشوف تكيب الناس كل داي عادي شي عمك علي بالصباح شدين الصفة يا عم فطايري ودي عم فطايري هوك حتى تيلو في فريكاسي والزيتون هوك معاش وزير ولا يحطوه في فريكاسي زي المرزوقي المرزوقي علاش رشحناه سخفنا مرزوقي قطمة تيقع لي تعود شوفه يعود يسخف أكبر دي يسخف يا ولدي يسخف القرة أي كان وجهه كي بسقيق يعني ورقبة بيزيبها يسخف هاي مرد تيقع لي عاود شوف تزقل يا ولدي ليه عندي إيماج تعفوها ناس كله دوما صغار كيرا المرزوقي يذكرني بها تحيرني تحير الكل تحكم نحن الزهر نبدأ نلعش ونفقه وبليش هما حاجة كانت تصير لنا نحن الزهر كلي ما تعرفش تعمل معاها كلي تحيرك تسخف وتبدا خايف يذكرني بك العصفور اللي ما عندوش مازال في عشم ومازال بيبي كي وطاح وما عندوش ريش عرفت وعيني مازالت ما تحلتش يبدا تحكي انت يا ماما يا ماما قلت لك عارف العصفور لا فايف سخف المرزوق يسخف والمرزوقي مع احترامي ليه كيشد الحكومه زي البلد رسمي انا لكن عم سكتش نسال عليه المرزوقي سخفني لكن حبيت نعرف علاش شد رئيسي بالكم شد رئيس وما عنده صلاحيات علاش السكور نتاعو كيما حكى مع الناس قالوا له ما تنجمش تشد رئيس ما عندك صلاحيات قالوا نحب نشد سد صحيح مش شد رئيس قالوا له راك تشد تصحح ما عندك حتى بوفوار ما تحكم في حد شيء اش معناه؟ معناه المرزوقي حطوا هنا على الوهره وين وهرة المرزوقي؟ تتوى يلوجوا فيها بك المكينة بتاع الواحد فلوس بتاع مرزوق ما عندوش وهرة ما عندوش صلوحية يا عدكي ما عندوش وهرة ما عندوش صلوحية حتى ما راحتش ليه بخد يشفها التوريزم تبيلكم التوريزم يجيو ليش خايفين من التوريزم عندهم التوريزم قلت لهم شو بيهم قد الكوفيرنا مو بتاعكم يخوفنا شي جراسي كفار مش كوفيرنا مو وقع قلتوا ما ناش تجيه ولا زوق كي معندناش راه معهوش شباب ومعندوش صلاحيات حط لنا واحد شباب ومعندوش صلاحيات يشم راسنا خلي يرجعونا توريست يقولوا برايسون بوغوس انت شعر ورطه بكاي في القصر الخالد عاد مش فتح هداوي يا بوغوس ما يخوف معش يجينا حد فتح هداوي يبحر كاي معش يجينا حد ديوان فتح هداوي يحطوا في الديوان ناس كنت بتهافوا يا عندي شوية حقيقين مزيد تخيلي فتح هداوي يعمل لك يشوف راسك مكة مسكين دخلت على شي تعطيه بلونتي وهي تغني صحيح حطينا مرزوقي حطينا مرزوقي بص صرف باهي بالكاز هذاك اللي زلنا نعملوا له طيور مع الجزائر باهي بالجرية هاو عندي بالمرسل المرزوقي علاش نقول بالمرسل المرزوقي لان المسرحيه سيرتوش السيفا هذايا زوز ولا ديما من عندهم من جماعتهم يجيو يصوروا اللي نقول فيه الكل هاو بالمرسل يا رئيسنا يا رئيسنا على غد كل واحد ربي باش يبدا قام اللي عينيه بالدعماش واللي خاطر احنا عندنا مش مشكل يا رئيسنا شوف شعب تونسي في بالنا مقعره برشا ولساننا طويل لكن قلوبنا بيض باش نقولوا لك حاجه سهله ياسر هاو باش نسترسوا معاك في بالنا انت ما عندكش صلاحيات وربي يختلفك على قدر ولا غير ميساج ماش مشكلة يا خويا كي ما عندكش صلاحيات وما عندكش وهره فما فاز يحب يموت عليها الشعب التونسي يحب شكون دعوة الدعوة يا خويا خلينا نقولوا انا رئيس دعوة بدا حوس سنة شي سنة عليك اتباع الرئيس التونسي يكلم فيه ربي هانت لنا امريكا يا صفا قول لك ليش هانت امريكا ما عندناش سلاح وما عندناش يا ربي هانت سيريس عيط اوباما هان اوباما ما يجيكش سخف وعمل بتاع صوت يجي يحبوا الحيوانات
يجيكم برا بيع على خط. شوفوا بخسر محترم حتى البروتوكول. سأل رئيس مهما كان في بازو، مهما كان رئيس داخل الدقاق ويجيك. يجيك أوباما، هو يجي هو يمد جده كانت يقولوا اوبا بابا عدى اوباما لا سن خليك اسعي كل كل مقبحة اخوي ما عندوش فلوس عند سلاح تدي القبيح توانسة كيعان ليه الراجل محترم حتى بردكم في القصر حتى قشمين يجي يقوم تربان استقول بدك ردوا تحت حكي القصر الكام ردوا مناج حاصل قصيران هم يجزارا هيل عمو مرسوكو هيل ما عندنا ما نقولوا لا عمل لا حاجه به انا خايبه ما قال شيء عقل الاخرين تنجم تسبوا تنحي خصه على قلبك تقول النهضه تقدر تسب تقول مرزوقي تقدر تبكي جن بريكي بتشافي ما ماشي حبش تكتب لي سكيتش ما لقيتش شو تعمل شو تقول لنا بكين بالدرجه اللي عم تسالني مش حلو ما باسطه تلمونتي قاعدين في القصبه تعدى واحد وزير يخدم معها نظيف تعرفوا نسيت وزير شنو كل شعره فرده وخشمه بيضه شلاغه بيضه كل ده مازال ما خديش طرف مش عزلوه كان طيب هكا ديما ناس مليح واستقبل الناس الكل خطفته في القصبه قلت له شو قلت له السيد الوزير انا نحترمه كبير تقول لي انا خاصه الشعب التونسي ايش بيه برجع فقال ايش بيه قلت له تقول ايش بيه قلت له يقول يحب حاجه يكلم حاجه يعمل حاجه كل خلينا ناخذوا منه موقف قال له دبي قلت له برجع فريق من يحمي قلت له شيخ قال لي قاعد يكرس في الحكومه قلت له سيد الوزير قول له راك قاعد يكرس فينا نحن يا اخي قاعد يكرس فينا بس منكم ما تنساش كرس في الحكومه عيطوا قلت له سيد الوزير شو معناه يكرس في الحكومه؟ قال لي نقول من شاب كرسه ويغلط ويقيد في غلط الحكومه باش يجي يخرب الحكم يفزعهم. قلت له شو ما فزعهمش؟ قال لي النهضه هربوا له كراسته. قلت له ظهر لي هربوا له بكراسته الكل. قعدت له طياس هكا. عندي قطو صبي ديما يعمل معايا فيديوهات كي تشاف الفيديو قام يبعبع دخل بعض ثلاث ايام نعملو باش يعمل قال حب يقول جمله من العرش بالرسم تعرفوها حب يقول بريباراسيون هو انجينيور زادها اونتين تيكير قال بريباراسيون قال لك ام بوسيب الرئيس يخرج سي ان مود كود هذاك مع ايران تونسي حب يضربونا هذيك الايام قبل ما يضربوا ولا حضروا الاسطول نتاعهم ما باش ما يضربوناش عيطوا ثلاثه ولا بام السربون في اللغه الفرنسيه قالوا تحلوا وديكوديش معناها بريباراتاسيون شو قصدوا بها ومش يضربوا شبالي راهو جيني ثلاثة علماء حلوا الفيديو باش يقراوا على البريباراتاسيون زوز دولين توفاو ايموراجي انتر بريباراتاسيون في المخ كل واحد منهم واحد برك قعد حي عالم منعه يا ريتو ما منع كي ضربتو البريباراتاسيون شلبتو الكل الرز بجبالي 2500 عرضني في الشارع حمل قلب عرضني في شانزيليزيه انا تعبت لي هو مرض بجبالي عرفت كان يلعبوا حد يجوا يخرج سيجل ولا يقول كلمه مايكل الناس كل ترك حتى اللي ما يحبوش ياكل التوب 10 بتاعنا نمبر 1 دي مون داراب لا تونيزي دو ليكستيكستيك تون العريض مش كأم بوليتيك العريض فما مشكلة ولا بيقرروها في السينما في أمريكا وفي ليكول في فرنسا تاع الصون والإيماج مش كل صون إيماج صورة والصوت فما فرق ما بين الصورة والصوت مش فاهمين نورمالمون العبد فما ديما سنكرونيزاسيون بين الصورة والصوت كي تشوف منظر العريض وتنحي الصوت
منظرو نتاع فحل شلاخ مقتل مرقوم هكا يا ودي تقول مادة نتاع كاياش باش تقري موتورك عندنا يا ودي الايامات سخنت في الوزارة برت لهم الوزارة فليب فلاب هكا تقول كليماتيزور العريس تشوف وتقول عرفت الكدبار تيك توك تعطيك الفلوس العريس تشوف وتقول فحل وكرمشت على جنب تاع عبد الحليم والطرور تاع عام جديد هكا يا ودي تنحي الصوت تقول هذايا باش يتكلم هكا انت ترجع شكون صوت تقعد تلوش قول رئيسي واحد يقول شو هو يكلم انا من الاول تحكي قول ظني عنده مراه عزوزه بتخبي تدعي هو جيب تتكلم وهي تدعي العالة عينيني على شعر العلالة عم العوش عين النار عيني وخرج منه يا حاجة خلي الناس يحكي الشهدين بتاعنا الله يرحمه أي نتي يا شكري قالوا شكري ربما واحد مبقى قالوا بالله يقوموا فيا من النوم يا أخي أنا عزرائيل كل منكم واحد يتكلموني يا أخي دي مزيرنا أقوى جملة قالها عجبني قالوا له علاش مات شكري شكون قتلوا على فيسبا 125 وقت المخو ينقصوا فيسبا 125 تاع تو قال قتل على دراجه ناريه روح المبينه ليلي قتلوا وقتلوا مخه وخاخه ما زقوا والله اخر موبيلات في تونس تعملت تقرا عام 87 ما عادش عملوا بعد موبيلات بعيد كي نسمع صوته وانا كاكل عين الناس عين الناس شي ذكرني ذكرني بك الدندون في السيف يطح الخلط على الدندون يحب يكتكتها تعرف على طفلة بوش معاه ويعملها في ريسبيراسيون ورديت هذه هاك تحيا هاي هاو بوش معاه هذا ظاهر بيه جلطامة مع الحب نحن أكبر شعب كب سعد الحب تونسي يقول لك بوشت مع واحدة شو الفرنسي يسمح لهم يحبوك في الحب قولوا شو عملت تقول لك شيء يوم بغسي
nos lèvres se sont effleurées. Ouais. On a flirté. Quoi les trucs de trap? Comment si je vais? Bah ouais, je fais ça. هذوما زاد ضحية نسيت اخبار كل شيء عزيزي وعزيزي مماتي ومماتي اكبر جدامه في الحب جبتي مورثه ولا شقولوا ما تعش مني مغطى كانوا يمغطوا بعضهم مماتي اللي انت الدخله سكرت في وجه عزيزي البيت قالوا لك مغطني انا مغطت نعم والدي لا بتاع تكتور ناش مغطني العونة معقدين من الحب شفتوا هو المسرحية ما نجموش نقولوا نحبك لازم تسبوا تقولوا ينعم بو قداش تحبك التونسي معقد ما نجمش يحكي مع الحب لا مع أوه لا مع بو لا مع خال ولا مع صاحبته ولا مع مرته يقول نحبك يدور وجهك إيه نحبك سيبني معقدين أبار معقدين الحب مسخونا من داخل الحب مسخ علاش كان جاي الحب نظيف الفرنساوي الحب عنده نظيف في مخ في مخيلته من طفولته لين يكبر التونسي حب مسخ عليه قل تونسي تصور بوك وامك يبوسوا بعض ما تصوريش فرنساوي تقول له بوكم يقول لك جي في مي باسون مي بارون سون غاسي جي فرحان يقول لك جي في مي بارون سون غاسي جي تري زهور معناها انا جو سوي فمي دامور انا صمت الحب تونسي يسالوا سوي يقول شبيه يا جماعه لك ترى ما تدري يا قال لهم شبيه هذا قال لهم بوكم يبوسوا بعض بابا امي بابا امي معزين بابا امي بابا امي يا دين السلمير لا ما يبسى جوعان ما شبيه حتى تونسي من لازم يتخيل بهم ويبسى بعض تصور انت فرنساوي يخرج يدخل يلعبوا بيبدا فرحان لك يا مي باكون كونتيني تصور تونسي يدخل ها فرحان يبدا كيف يلعبوا بهم ويبسى بعض مش قابل اللي انت ولد كيف متحرر وتخمم وثقف باش تفهمها تعيطونا لي ما تقريبا
قلت لهم مالاش لي مغربان سي فري مغربان لكن راهو تونسي تونسي وجزائري جزائري. قال لي نو فوزيت كيف كيف كان في بالنا في هذاك الشيخ. لكن كل واحد خاصيت والتونسي منين يا اخي. عملت لهم كونفيرونس مره في تي في سان وفي مسرح قلت لهم لي مغربان مالاش كيف كيف التونسي تونسي المغربي مغربي جزائري جزائري والليبي والليبي. قال لي كيف كنتم تعرفون الديكلاراسيون دامور بالاحساس نتاعو شعب تعرفوا باحساسه. قالوا لي كيفاه قلت لهم ايبا مالاش كيف كيف ما نقولوش نحبك بنفس الطريقه. قلت لهم ديجا المغاربه اكبر الناس لي مروكا راكبين حلفه في الحب. مرته تقول له تبغيني ما يكسرش راسه. يقول لها واخا الليبي ما تخيش مرته تساله طبعا سخوها قلتلها بالضرب مشالو قالو خيرك مولا تبيتك. قلت لك تباني اودي مش تباني انا تبيع هي اخرى. قل لها سلم عليك العبد وقال لك تباك لما خطاه والرجل جاي البيت فشخوا ديك شفتوا في الشعريه والفن المحليه قداش تزيري تزيري لا فوم لا بلو رافيني كيفاش تسال راجلها تحبني. هنا تعلموا الشعريه والفينس في الحب بتاع تزيري. شو الراجل كيفاش يجيو يطلع الزبل الراس نتاعي عليك البومبارديك الكوسك تروف تروف بالامور. توا الديكلاراسيون دامور بتاع التوانسه الراجل التونسي قلت لكم ساعدك ما يحصلش حتى في الحب. كي قلتها لفرانسيس بهبة قالوا لي كيفاش يقول نحب قلت لهم يقولها وما تسمعهاش. قالوا لي كيفاش التونسي ماجيسيان صح التونسي الوحيد اللي يقولها وما تسمعهاش. الامريكان هبلوا قالوا لي هاو قلت لهم هاو باش نقول. قالوا لي كيف قلت لهم ساعه وانا التونسي كيفاش تقول نحب نسال راجلها تحبني تحبني تتكلم الصوت تتكلم الصوت هيا تحبني هيا قولها دي هم ذي ها 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 هيا مخيبو قد اسمكنو لما ما كلمو الصوت شو الرجل تنوزي بتقول قولها ما تسمعهاش سعي. وحتى كان نتقل بغدا خسرت. ما في باش بعد باش بعد اربع سنين اربع سنين حبس عرس سامحوني حبس بعد اربع سنين عرس جرائد اليوم يسبوا فيا لطفي العبدلي تجاوز الخطوط الحمراء ويقول ستريم والعائلات تغادر. هاك شفتوا تكل ما قعد حد صحفوي صحنوي فما فنانين سبوا فما فنانين وقوا معانا فما فنان دنا موت عدا هو ولد كان سميته كورونا كان حاوس ولد اوكي سيريزمون قولوا لي هو ما حاوس ولد انا ما على باليش نقول نحب. فما حاجه اخرى اللي شكاني قالوا له قالوا لطفي العبدلي قالوا لطفي العبدلي يقول سرين قالوا مسرحيته ما يحشمش ومسرحيته من الاحزام للوتا موافق وانا سرين وين باش تحطوا شاشه نحكي عليه. قلت لهم والله فما سترينج اسطنبولي هكايا بتاع حاجه حتى هكايا سعيد معاه مشهور شباب صلي على النبي وشتيمات هكايا وسترينج بتاع حط فيها كراح منفى سترينج سترينج مش مشكله الدقدقت الدقدقت على كلمه سترينج تقهر في تزاير في تزاير سمعوا حتى في تزاير تفرجوا فيها وفي ليبيا وفي المغرب مباشره مش لعب نسي دقدقوني في تزاير خرجت مظاهره العبد اللي تقول سترينج يا صاحبي قلت لك انتهي عليها كتلع الزبل الراس شافوا سترينج في الجزائر في ليبيا تفرجوا عائلات كلهم في سترينج حتى رياكسيون هكا قاعد ما نحكروش العباد مش ما عندهمش ما يعرفوش عندهم سنين تو يستعملوا في تيبولي قالوا ليبي تخلي المرأة الليبية قابزة قاها لابسة سترينج قلت لها بضربة لابسة تيرمولا رجاء الجاب لابسة مصر بتاع فيران وانا قلت شبن فين وفين حتى تاني شبن كل شيء هو اللي قهر كي انا الكريتيك ما تقلقنيش يسبوني يقولوا ما يعجبناش نصح روتين فما تجينيش وكا ما عندي حتى مش الفنان يفول كريتيكي لكن اكا الظلم ليه انا كي قلت سترين 80% عايوني كان بساعدك تفسد في صغارنا وفي مسرح تعمل فيها تقول سترينج وسترينج عيب ما يتقالش موافقه
هاو الظلم تاع الشعب التونسي، فنان كيقول سترينغ يتمرمد يتسب وسترينغ في الشارع في الافينيو يتباع في القاعة، عائلات ماشيين جايين ومسيبات سترينغ يا مدى متسامح ومبرح ما بيعرفش من داير سترينغ 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 يا مدام سترينجي 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 يا مدام فرح من برح منك مزرح يا مدام عمري دارك فرحي صغارك تلبسين هاد ميجارك يا مدام زي ربي عين وانا فنان يقول سترينجي ربي طلع عيني هذاك مسكين زواني وانا لا عاد مش متربي يقول سترينجي ليه واللي دوخني ليه مسكين ما فهم شيء يا بطل تونس القاوم يبيعوا في سترينجي قالوا خير قداش تريمولا تونسي قال خليك مع روحي قالوا فيك قالوا ما تعطينيش النمري لا اعطيني تريمولات مشبك بالسربال عشان كي نضرب نشوف منها العصفور ليه اشتحلي عندك كعبرتين يضربوا بيهم تونسي ما توسي يتيم عمري قالوا انا معنا مراه والراجل يجيب كعابر ومعافي اللي قلقني مش كي سبوني العباد اللي قلقني وما حكيتكمش عليه في تونس بالرسمي 4 سنين تالي اول مره نطلع سورسان دونك وين ما نشوفش مش من سنين سنجحت لكن بعد ما قلت لازم نفهم يعني نتعدى نقول سترينغ في الدرس عليه الموت سبيت وتهددت بالقتل سيريزمون ما صدقتش قعدت جماعه خايف في دار جاوني لا 30 قالوا لي اخرج نحموك نورمال عندي تونتي تقفز قلت لكم عليك صاله ياسر يحبني تونتي قاعد يحبوني خاطر كي قعدت نتوا صحاب اليوم كنا خمام تقفز جاني مره دوما خرجت الحظ قال لي في بالك فرحانين انت نجحت صحيح وقعدت وتخبطنا وتوالى باش نعمل لك هبطني لفني نقول شري دابوزا البرفان ولا كعبه كوكا ولا اللي نجم قال لي اختار اعز مواطن نضربه في وجهه على خاطرك قال جاوني لا تونتي تقول لي اخرج ما يهمنيش قلت لهم خايف يضربوني قال لي حومه كامله معاه خرجت نتقزر كي سبحان ربي ربي كي حد يعاقبك نلقى في قدام حومتنا واحد هاو اللي بدنا استنى فينا حومه كان يعطي مستر حومتنا نجيبهم قال لي ايش قلت له وين قال لي ايش ودي ما تخافش مش باش نضربك كان جيت حمد نضربك كاني خرجتك من التلفز مشيت مش بخوي قال في بالك تحط من عينين توانسه قلت له علاه سلوم عينيهم قال لي يا لان انا حبوه ممثل طيارة برشا ولد الشعب يعيه برا نقول سترين قلت له تخاف منه انت سترين جاي قال لي جيبو تنعطيه المياه ما نخافش منه قلت له شنو في زي عنده الحق قال لي يا ولد وليا ما تحشمش في التلفزه تتعدى عائلات تتفرج تقول سترين قال لي بواحد واحد محذاه امه محذاه مرا كبيره محذاه اخته قال لي انا امي محاشه مرا كبيره قاعده واحده انت قلت سترين نحن حشمنا جرسنا صح قال لي عدينا جمعنا شو علاش نبغى في عنده الحق يا عنده الحق ولا واحد يتكلمني فيا على مرة كبيرة ربي يخليكم وماتكم الناس الكل عارفين كل عباد طول العمر عشان على ربي يا عبدي العبيد انا عبيد كي يجيني بشارك ولا محلاك وما احلى سكيتشات نفع كي يجيني عبدي يكلمني هكا يقول لي عيب عشان ما تنحش مع روحي تعرف شو قلت قلت له معلم قل لامك مرة كبيرة تسامحني كان سمعت مني كلمة خايبة ونساء الكبار بتاع تونس كل سامحوني كان سمعتوا بعد غزرت له قلت له داري فيك تحب امك برشا قال لي والله قلت له احلف والله قال لي والله نحب امك قلت له باش نسالك سؤال بجاه ربي احلف والله ما تضربنيش وما تمسنيش ما تتحركش من بلاصتك قال لي والله قلت له احلف والله على الاخر وقعد احلف والله قال لي والله قلت له احلف والله حتى يخو عليك ربي ما عرفش خاطر انت قال لي والله قلت له باهي باش نمشي حكي كرم انت ديما والله نسمع فيك عادي عادي والله انا مش نسمع فيك والله امشي بعد قلت صاحبي حط سنكين وقطع طول باش نسال مش لازم تعرف واش باش يجي قلت له يا معلم انت كي امك مرا كبيره وحاجة وزمنيه منين تعرف ولدين امه سترين هي مش بتسمعني يا زحمه عليها تظلم عليها وقتش نزلت سترين ما حنا بال عصر ليل صور مع الناس اجل بعد خسرت قلت فينا شعب تونسي عملنا فيه 13 وخرجنا ديكتاتوريه ديكتاتوريه وحرب في ديكتاتوريه ديكتاتوريه جديده خايفين من كلمه سترين الشارع مع المواطنين ما نعرفش كيفاش نتعامل معاهم تو عبدي يقول لي محلاك ولا ما خيبت مثل ما فاتنا بعد ساعات جا لي واحد مره نزل لي قال لي انت هو قال لي انت هو قلت له انا ذاك هو شو فما واحد جاني مره ظهر لي بلومبي اسمع فيا باش نعمل ورمه شو قال لي بس شو في الوقت راجل جاب لي ولدي قال لي يا ريت ولدي
حطوا معك في المسرح يقول لي قال يغزل نضرب بالكف ما دخل القاعه ما يبكيش. هاي نحب نحكي لهم سالتني بحق وعملتها كي بهيم كي تكون. جاني واحد نصحني قال لي يا بنت تونسي حلو شكون منادي. قلت له شنو قال لي انت راه تشطح بالعالم الدخله الاولانيه نتاعك. كي تقوم مشيت للعالم مش ناخذ نبرف عليه العالم غزلني قال لي نحج ولدي نوم يدي. قال لي ما عادش يحط عليا ولدي نوم يدي حتى تونسي. قلت له عليه قال لي هبلتوني طلع هبط طلع هبط عملتوا لي جير شحبوا عندك طلعتوا لي تونس هبطتوا لي جير ثبتوا رواحكم صح. بعد جيت ماشي قال لي جنتي وتونس نحب ننصحكم. قلت له شبيك قال لي نعرفكم تحبوني. قال تحبوني نطلع ما طلعنيش كل واحد واحد طلعوني الناس الكل يد واحده تطلع